كان في شهر 5 بعد الثوره كده. فلا بيترا كان يوم ايه؟ كان يوم ايه؟ بصي انا فاكره انه 3/6 مثلا، مش لا مش فاكره، بس انا فاكره انه كان الميعاد الساعه 7 وانا نزلت له 8 يعني. كان لابس قميص اسود وبنطلون جينز غامق. لابس قميص اسود بولو، بس انا شيك بطبيعتي يعني. وكان ماشي بالمفتاح وفي مطوه قرن غزال. البلوزه اللي جينا بيها النهارده، اللي كانت البلوزه اللي كانت لابساها النهارده دي، نفس البلوزه دي. عرفت عليها ازاي؟ كنت بقى يعني كانت واحده من اللي فرحانين بنفسهم بتوع الثوره، وكنت احد عمال اتلوط معاها طبعا. كانت هي عامله فيها شملوله، فاكره نفسها هتصلح البلد يعني وبتاع. عندي واحده صاحبتي من اللي هم مش بس فلول يعني، فلول اصيل لدرجه اسفين يا ريس، فكانت حاطه صوره لمبارك وكاتبه على الصوره اسفين يا ريس عشان انت عملت لنا كباري، اسفين يا ريس عشان انت اكلتنا، اسفين يا ريس عشان انت شربتنا. فطبعا ده كان بالنسبه لي استفزازي جدا، حتى لو كانت صاحبتي بس كان لازم ارد عليها يعني. فبنرد على بعض، احنا مختلفين تماما في وجهات النظر، ما قدرتش تكوب معايا. بصيت لقيت حد اسمه فرح او اسمها فرح كانت ساعتها يعني، شكل ولد في الصوره بالبروفيل بس فرح ما يختلفش عنه اتنين انه اسم بنت يعني. فلقيت حد من صحابها بيرد عليا فبرد عليه بس، فانا كنت برد عليها يعني بفهمها ان هي عايشه في الوهم زي ما احنا وصلنا له كلنا دلوقتي. فبديت اتكلم معاها على انها توتالي فرح، وبنتكلم على انه هي واحده بنوته، فبكلم على ان هي بنت تماما. وبعدين فجاه بسالها what do you do for life، فبتقولي بوليس اوفيسر. فانا حتى اللحظه دي برضو ما جاش في بالي ولا فيميل بوليس اوفيسر. وبعدين راحت بقى جت من هنا ايقنت في لحظه انه لا ده هو اسمه فرح، وميك سنس عشان الصوره الفحل اللي كان في في البروفايل بيكتشر وبس. ولا كنت معجب في الاول على حاجه، انا كنت بتكلم عادي، بعدين لقيت نفسي ماشي في سكه تاني خالص بقى، بحبه وبتجوز وخلاص فرحي فاضل عليه 10 ايام، حاجات كتير كده ما كنتش عامل حسابها خالص. سبيكينج بقى في الاغنيه اللي كانت لسه شغاله، انا قعدت اسمع الاغنيه دي وانا مش واخده بالي 7 ساعات في ودني وانا بكلم فرح اول مره واحنا بنعمل تشات. الاغنيه دي انا ولا اعرف مين اللي كان بيغنيها، ولا عمري كنت بسمع ريانا ولا اي حاجه من الكلام دوت. فهي عرفت منها بقى ان هي كانت فضلت تسمع الاغنيه دي 3 ساعات طول ما هي بتتكلم معايا يعني، فضلت 3 ساعات. فالاغنيه طبعا اتطبعت في ذاكرتها، وبعد كده سمعتها لي فعجبتني، وبعد كده لقيتها بقت تون على الموبايل، لقيتها بقت بتشتغل كتير. 16/9 عيد ميلادها. ايه؟ ايه ده؟ انا ازاي نسيته؟ ده احنا احتفلنا بيه. عيد ميلادها، عيد ميلادها، عيد ميلادها. لا مش مجمع. شهر 10 16 او 15/10 يعني، هو في شهر 10 كويس قوي. تاريخ الخطوبة 3/11 مع بعض كان 11/6، ده التاريخ اللي أنا حافظه على طول. لا الحقيقة فرح مفجوع، بيحب حاجات كتير. بصي هو بيحب الشاورما، فتت الشاورما عملتها له مرة. فضل عن ريش. ايه الحاجة اللي هي بتحبها؟ بكل الفاست فود تقريبا هي بتحبه. لا طبعا 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 بسبوسة بالقشطة. أكيد الجبنة والفسيخ، أي حاجة ليها ريحة نفاذة يعني ما باكلهاش. الجبنة البيضة، الجبنه بكل انواعها. الاسود هو بيرتاح دايما في الاسود. الاسود الاسود برضه لوني المفضل الاصفر. احنا بصي احنا في حاجات انا بفهم فيها خالص وفي حاجات هو بيفهم فيها خالص. انا ميح في الالكترونكس فسيبته هو يعمل يعني، كان بيقول كده اقول له ماشي يعني ما بحاولش حتى اوحه، وهو طبعا ميح خالص برضه في الفرش والعب. فانا اللي كنت مسكت الديكور بتاع البيت وهو مسك كل الاجهزه في البيت يعني. التلفزيون دي اكتر حاجه عملت فيها مجهود. ميديم اكيد. لارج 42 38 39
ماله؟ والله انا ما اعرف حتى اي حاجه عن ديكوريشن الفرح ده ولا اتدخلت فيه. يعني انا اتدخلت في حاجات بسيطه في ديكوريشن الشقه، انما الفرح خالص. الالوان اتس وايت في بينك. اعرف طبعا اللون اللي جنن الناس كلها غالبا البوادو روز، اللي ما حدش عارف دلوقتي هو يعني هو روز ولا ما بين الروز والاوف وايت، بس هو في لون كده كانت بتتكلم عليه كتير اسمه بوادو روز. انا اخترت هو دفع. بس عايزة أشكر بابا جداً جداً على تعبه في الشقة الحقيقة. يعني أنا سبتها له كده، رمتها له كده. الشقة كانت يعني عبارة عن غبار، اتحولت لحاجة تجنن. مرسي يا بابي، كتر ألف خيرك، ربنا خليك ليا ما يحرمنيش منك. وطبعاً تيتا، لأنه تيتا دي بالنسبة لي أحسن حاجة في حياتي. روحي، انا بحس ان هي بتحس بيا من غير ما اتكلم، ومهما حاولت اخبي هي يعني هي لوحدها بتعرف. تيجي تقول لك مالكيش دعوه، كله هيتجاب، ما تعليش هم حاجه، كله موجود، ما اللي نفسك فيها تعمليه، حتى لو مش ما جبتش كل اللي نفسي فيه، بس اتليست كفايه مشاعرها، كفايه احساسها، كفايه ان هي يعني شيء انا بعتبرها هي she was the godmother of the entire wedding. يعني ده ابويا تاني ومثلي الاعلى، خالي مهندس سعيد المحفوظ. مش هقول لك هو بيعمل ايه، لان هو مش دي اول مره، يعني دي مش اول مره هو يعمل حاجه لينا، بس هو على طول has his own touches. Thank you. اشكر المسؤولين عن الموضوع دوت طبعا، يعني بابا وانكل صلاح حمايه وطنط شهيره وانكل عادل، وطبعا تيت الدينا، كل الناس دي طبعا انا احب اشكرها، وكل الناس اللي ساعدوني طبعا، هم هيبقوا قاعدين بيتفرجوا، اصحابي علي، احمد صلاح، كل الناس اللي تعبت معايا، يعني اللي انا سحلتهم معايا، يعني فانا ودينا خلال الفتره اللي فاتت دي احنا تعبنا ناس كتير قوي معانا. تكمل جدال معايا. سوري. ينفع عرش مناخيري؟ هتش فطمة. الهدايا اللي جيبها لي برضو تفقع المرارة، مش هقول لك انها يعني ليه، يعني بتجيب لي هدايا حلوة بس برضو ساعات بيبقى عليها هدايا كده تفقع المرارة. زي ايه؟ جبت لك ايه هدايا فقعت مرارتك؟ لا في حاجات كتير فقعت مرارتي، انا مش عايزة اتكلم في الهدايا؟ ايوه. طب قول لي واحدة. انت جبتي حاجة أصلا؟ انت جبتي ايه؟ فكريني كده. خلاص خلاص خلاص، ايه اللي فكريني ده؟ أنا أتكلم بالهدايا. لا كل هداياك حلوة جدا. المحافظة اللي بتجيبها. أنا ما بشيلش محافظ. أنا طول عمري ما بشيلش محافظ. القميص ده منقيلي. بابا يشوفني دلوقتي في الفيديو وأنت عامل كده في دراعي يقول عليك إيه؟ ما هو ده مقدمة عشان يبقى عارف بعد كده إن لما تيجي عينها عاملة كده. ما هو مين اللي منقيلك القميص ده؟ انا طبعا. اه طبعا مش هسمح ان انا اقول على هداياكي حاجه وحشه ابدا، اي حاجه تيجي منك دي حاجه. يلا يلا انا خلاص.